بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من سلسلة الدروس التعلم عن بعد في مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات للصف السادس. الوحدة الثانية برمجة لعبة باستخدام سكراتش. سنكمل التحدث في هذا الفيديو عن المتغيرات في جزئها الثاني، صفحات الدرس من الصفحة 124 إلى الصفحة 128. أهداف الدرس: سنتعلم في هذا الفيديو مهارات عملية جديدة تتمثل في: أولاً، برمجة الكائن سعد ليتحرك باستخدام الأسهم. ثانياً، برمجة إخفاء وإظهار الكائن الرسومي. ثالثاً وأخيراً، إضافة المقطع البرمجي لكائن الكرة. لنتعرف الآن على بعض المصطلحات الجديدة التي سنستعملها لاحقاً. لبنة الإظهار Show Block، لبنة الإخفاء Hide Block، نسخ Duplicate، كائن الكرة Ball Sprite. نمر الآن إلى الهدف الأول وهو برمجة الكائن سعد ليتحرك باستخدام الأسهم. أعزائي الطلاب، قمنا سابقا ببرمجة حركة الكائن سعد باستخدام الأسهم كالتالي. الجزء الأول يتمثل في استعمال اللبنة Go to XY لوضع سعد في مركز المنصة كلما تم إعادة تشغيل اللعبة، والجزء الثاني يتمثل في تحريك الكائن سعد باستخدام الأسهم، وذلك باستعمال الجمل الشرطية If Then ولبنة التحسس Key Pressed والأمر Point in Direction و Move Steps. فما رأيكم مبرمجو المستقبل أن نقوم بتذكر خطوات إنشاء هذا البرنامج مباشرة على سكراتش؟ إذن من قائمة اللبنات Event سوف نختار When Start Clicked، يعني عندما نضغط على زر إبدأ. ثم من قائمة Motion سوف نختار Go to X and Y، ثم نختار القيمة 00 لوضع الكائن سعد في وسط المنصة. ثم سوف نقوم بتحريك الكائن سعد في الأربع اتجاهات، وذلك باستخدام الجمل الشرطية من لوحة Control. نختار If Then وهي الجملة الشرطية، ثم من مجموعة Sensing سوف نختار Key Pressed. إذن نبدأ ببرمجة السهم الأول وهو السهم إلى الأعلى. إذن نختار هنا Up Arrow، يعني عندما نضغط على السهم الأعلى ماذا سنفعل؟ سوف نقوم ب الاتجاه إلى الأعلى Point in Direction، وأختار الاتجاه إلى الأعلى Up، ثم أتقدم بعشر خطوات باستعمال اللبنة Move Steps. هذا بالنسبة إلى السهم الأعلى. أعيد نفس الشيء بالنسبة إلى السهم الأسفل. إذا أنسخ هذا الجزء من البرمجة باستعمال Duplicate، ثم أغير If Key Down Arrow Pressed. إذا عندما أضغط على السهم الأسفل سوف أتجه إلى الأسفل. إذا هنا أضغط على Down ثم أتحرك بقيمة 10 خطوات. إذا سهم إلى الأعلى وسهم إلى الأسفل. أعيد نفس الشيء إلى السهم إلى اليمين والسهم إلى اليسار. أنسخ هذا مرة أخرى وأقوم بتغيير السهم إلى اليمين Right Arrow، وهنا أتجه إلى اليمين Right وأتحرك بقيمة 10 خطوات. نفس الشيء بالنسبة لليسار، أختار When Key Left Arrow Pressed سوف أتجه إلى اليسار، أختار Left وأتحرك بقيمة 10 خطوات. إذن سوف أعيد تحريك الكائن سعد إلى ما لا نهاية. إذن يجب وضع هذه الأربع أوامر، يعني الأربع جمل شرطية الخاصة بجميع الأسهم داخل اللبنة Repeat Forever. إذن سوف أقوم بتحريك الكائن سعد إلى ما لا نهاية. في لعبتنا سيتحرك الكائن سعد حتى يتمكن من جمع عدد الكرات الذي تم إدخاله من قبل المستخدم. لهذا السبب سنقوم باستبدال النص البرمجي حسب المخطط الانسيابي التالي. إذا كانت قيمة العداد Counter تساوي قيمة عدد الكرات المدخلة من قبل المستخدم، سنقوم بتهنئة اللاعب سعد لجمع كل الكرات المطلوبة. وإذا كان العكس سنواصل تحريك الكائن سعد باستخدام الأسهم. إذن يجب علينا استبدال اللبنة Forever باللبنة
repeat until من مجموعة control. إذا شرط التوقف أي أننا سنواصل تحريك الكائن سعد إلى أن يتم تحقيق هذا الشرط. ما هو الشرط يا أعزائي الطلاب؟ الشرط هو أن تصبح قيمة العداد counter، أي نذهب إلى data، هذا هو العداد counter، تساوي قيمة عدد الكرات المدخلة وهو أنصر. إذن يجب علينا مقارنة هذه القيمتين باستعمال المعاملات الحسابية. إذن نقارن العداد بعدد الكرات المدخل. إذن نواصل تحريك الكائن سعد إلى أن يتم تحقيق هذا الشرط. إذن بعد تحقيق هذا الشرط يجب علينا أن نهنئ اللاعب سعد عندما يجمع جميع الكرات باستخدام الأمر say. إذن من مجموعة looks سوف أستخدم الأمر say وأكتب هنا التهنئة وهي congratulation. ننتقل الآن إلى تعديل الجزء الأول من البرنامج، حيث سنسأل المستخدم عن عدد الكرات التي نريد من سعد جمعها. لاحظ معي عزيز الطالب قيمة العداد counter عندما نضغط على الزر ابدأ. إذن تلاحظون هنا أن قيمة العداد تساوي 4، إذن هي قيمة غير صحيحة، يجب أن تكون قيمة المتغير أو العداد تساوي 0 كل مرة نبدأ فيها اللعب. إذن ما علينا فعله هو فقط أن نحدد قيمة العداد في بداية اللعبة ونحدد القيمة 0 باستخدام اللبنة set من مجموعة اللبنات data. وبهذا يصبح المخطط الانسيابي بعد التعديل كالتالي، تلاحظون هنا أنه تم إضافة المتغير وتحديد قيمته التي تساوي 0 كل مرة يتم فيها تشغيل البرنامج. نمر الآن إلى الهدف الثاني وهو إخفاء وإظهار الكائن الرسومي. توجد لبنتان لهذا الغرض، واحدة لإخفاء الكائن وهي hide block، أما الثانية فهي لجعله يظهر مجددا وهي show block. عادة نستخدم هاتين اللبنتين معا ويمكن العثور عليهما في قائمة اللبنات looks block، أي لبنات المظهر. في المثال التالي سيخفي الكائن الرسومي نفسه باستعمال اللبنة hide block، ثم سيظهر مرة أخرى بعد ثانيتين باستعمال اللبنة show block. هيا بنا ننشئه ونقوم بتشغيله على برنامج سكراتش. إذن بعد تشغيل البرنامج سكراتش وإضافة الكائن سعد والخلفية من باك دروب، سوف نقوم بإنشاء البرنامج كالتالي. أولا يقوم سعد بعرض الجملة الآتية let's play hide and seek، ثم نقوم بإخفاء الكائن باستعمال اللبنة hide، ثم من قائمة control سوف نستعمل الأمر wait للانتظار لمدة ثانيتان، ثم نقوم بإظهار الكائن مرة أخرى باستعمال اللبنة show block، وأخيرا نعرض الجملة here I am، أي لقد عدت من جديد. لننفذ البرنامج، إذن جملة الترحيب ثم يختفي ثم يظهر مرة أخرى ويكتب here I am. في هذا المثال الثاني سيختفي ويظهر الكائن الرسومي حسب المفتاح الذي سنضغط عليه، H لإخفاء الكائن و S لإظهار الكائن. دعنا نجرب هذا البرنامج مباشرة على سكراتش. إذن من لوحة الكنترول سوف نأخذ اللبنة repeat forever، ثم سوف نستعمل الجملة الشرطية if then، ونستعمل اللبنة key pressed ونختار المفتاح المناسب وهو الحرف H. إذن ماذا سنفعل عندما نضغط على الحرف H؟ سوف نقوم بإخفاء الكائن باستخدام اللبنة hide من قائمة looks. إذن هذا هو الإخفاء. بالنسبة للإظهار سوف نقوم باستخدام الجملة الشرطية if وأيضا اللبنة key pressed، أما هذه المرة سوف نختار المفتاح S، ثم عندما نضغط على المفتاح S سوف نقوم بإظهار الكائن باستعمال اللبنة show من قائمة looks. لنجرب نضغط على ابدأ. إذن عندما نضغط على H سوف يختفي، إذن اختفاء الكائن، نضغط على المفتاح S سوف يظهر إخفاء
إظهار. نمر الآن إلى الهدف الثالث والأخير وهو إضافة المقطع البرمجي لكائن الكرة. في كل مرة يلمس فيها سعد الكرة سيحصل على نقطة واحدة وتختفي الكرة. إذن يجب علينا إضافة التعليمات البرمجية التالية على الكائن الكرة في الخوارزمية والمخطط الإنسياب. في الخطوة رقم 8 إذا لمس سعد الكرة سوف نذهب إلى الخطوة رقم 9، إن لم يكن كذلك سوف نرجع إلى الخطوة رقم 7. إذن في الخطوة رقم 9 سوف نقوم بإضافة 1 إلى العداد، أما الخطوة الأخيرة وهي 10 سوف نقوم بإخفاء الكرة ثم الرجوع إلى الخطوة رقم 6 لنمر إلى التطبيق مباشرة على برنامج سكراتش. أولا يجب علينا تحديد الكائن الكرة لكتابة المقطع البرمجي الخاص به. من قائمة Event سوف نسحب اللبنة الخاصة بالزر ابدأ، ثم نستعمل الجملة الشرطية If Then للتحقق من الشرط التالي وهو ملامسة سعد للكرة. إذن نستعمل Touching. إذا لمست الكرة الكائن سعد، إذن ماذا سنفعل؟ سوف نقوم بإخفاء الكرة باستخدام اللبنة Hide من القائمة Looks، ثم نقوم بإضافة 1 إلى العداد وذلك باستخدام اللبنة Change Counter by 1 من قائمة Data. إذن سنتحقق من هذا الشرط طوال فترة اللعبة. إذن يجب علينا أن نستخدم الأمر Repeat Forever من القائمة Control. نقوم بتنفيذ البرنامج. إذن ما هو عدد الكرات الذي نريد جمعه؟ مثلا يكون 5. إذن تلاحظون عندما سعد يلمس الكرة ستختفي الكرة، وتلاحظون أننا قمنا بإضافة 1 إلى العداد. هناك ملاحظة بسيطة، عندما نضغط على الزر ابدأ مرة أخرى لن تظهر الكرة مرة أخرى. إذن يجب علينا التعديل على البرنامج وإضافة اللبنة شو عند الضغط على الزر ابدأ. نجرب اللعبة بضغط على الزر ابدأ، تلاحظون أن الكرة تظهر كلما ضغطنا على الزر ابدأ. إذن يجب علينا أن ننسخ هذا المقطع البرمجي إلى جميع الكرات، وذلك بسحب المقطع البرمجي ووضعه فوق الكرة بهذه الطريقة. إذن نضعه فوق الكرة الأولى وفوق الكرة الثانية والثالثة والرابعة. إذن بهذه الطريقة قمنا بنسخ المقطع البرمجي إلى جميع الكرات. إذن نجرب اللعبة، نضغط على زر ابدأ ثم نحدد عدد الكرات التي نريد جمعها ليكون 5 مثلا. إذن نحرك الكائن سعد، إذن العداد يتغير، وعندما نجمع كل الكرات سوف نعرض التهنية وهي congratulation وتنتهي اللعبة. تعلمنا في هذا الفيديو مهارات عملية تتمثل في: أولا برمجة كائن سعد للتحرك باستخدام الأسهم، وذلك من خلال لبنات الحركة Move Step و Point in Direction، ولبنات التحسس Key Pressed، وأيضا لبنات التحكم If Then و Repeat. ثانيا برمجة إخفاء وإظهار الكائن الرسومي، وذلك باستخدام لبنات المظاهر Show and Hide. ثالثا وأخيرا إضافة المقطع البرمجي لكائن الكرة، وذلك لاحتساب عدد الكرات التي سيجمعها سعد. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نسلط الضوء على كيفية استخدام المعاملات في العمليات الحسابية، وذلك من خلال القيام ببعض العمليات البسيطة، ثم نقوم بتطبيق المهارات الجديدة من خلال إنشاء برنامج تحويل الكيلومتر إلى المتر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.